الليفر منو عنده أهم شيء؟ أنتو شنو معلوماتكم عن الليفر؟ ولو أي آمين طبعا أي لا أنا ما أريد أسأل عن فانكشن، الفانكشن بعد خليها. هو شنو هو؟ يسبب لي بس هذول الـ ALT والـ AST. احنا ايش قلنا؟ قلنا هو الـ نعتبر الليفر شلون المرجع الاساسي اللي يرجع عليه. احنا ايش قلنا؟ قلنا الانتستين والبنكرياس والكولون، بعد ايش عندنا؟ والاستومك، كلها وين تصب؟ بالبورتال فين. هاي وعليكم السلام. بالبورتال فين هذه كلها دا تصبي، معناها هو ايش حيسوي لي اياها؟ تصفيه وتنقيه. هو المصنع اللي اني اللي اصفي من عنده كل المواد وراها يخرج لي عن طريق الهيباتيك فين، والهيباتيك فين حيتصل لي بالانفيريور فينا كافا اللي هو هذا. انتم اغلبيتكم بالامتحان ما ادري شلون فاهمين. تفضل عيني. الليفر هسه نعتبره لارجست جلاند، اكبر غده هي بالجسم، زين؟ وسكند لارجست اورجن افتر سكن، ويت حوالي 1.5. تمام اني شوفوا الليفر سيل شو نسميها؟ هيباتوسايت. هاي الهيباتوسايت طبعا شو تسوي؟ سيركيوليتنج ليفلز اوف نيوترينت ثرو سيلكتيف ابزوربشن اند سكريشن، هذه اللي تكون. بلاد فروم ذا ليفر ريتيرن تو ذا سيستميك سيركيوليت ثرو هيباتيك فين، يعني اللي حيرجع له الى عن طريق الى البلاد عن طريق اللي هو البورتال، زين؟ واللي يخرج من عنده اللي حيكون دائر بالجسم بعدين عن طريق منه الهيباتيك فين which open into inferior vena cava. هذا هسه هذا كل الملخص حتشوفوه بهذه الصوره. ايه شوفوا هذه عباره، شوفوا هنا ما يكون vasculated، ما بي vasculated like any يعني organ، ما بي هوايه، لكن ايش بي؟ سينوسويد. هاي السينوسويد تغذيها عباره عن ارتريز زين وفينز، اللي هي شنو هي؟ شوفوا هذا هو السنترال فينز، هذا البايل كانالكيولي هذه، وهذه شوفوا البورتال فين. ثلاث شغلات هي حتخرج من عنده كلش مهمه، شوفوا اللي يسموها البورتال ترياد، اللي هو البورتال فين والهيباتيك ارتري والبايل داكت، هذه اللي يقصد بيها. واكو صوره اخرى ما ادري موجوده ام لا، بس اتوقع موجوده. هاي الليجمنت مالته ودشح لكم اياها. على العموم زين اني هاي الهيباتوسايت اللي هو arranged within the liver lobules into a series of plates radiating outward اللي هو from the central vein. شفتوا انتو السنترال فين؟ هاي السينوسايت حتتوزع وعن طريق بين منو؟ بين السنترال فينز. احنا قلنا السنترال فين اللي هو حيتوزعنا الى السينوسايد، ومنو ثلاث شغلات اللي هي البورتال فين وبعد الهيباتيك ارتري والبايل داكت. هاي اللي ثلاث شغلات اللي حتخرج من عندها. Many tiny hepatic lobules make up each lobe. طبعا من اكو لوب؟ اكو حتتفرع عنا الى lobules. And these lobules are functional cells of the liver. هي هاي الفانكشنال cells. These lobules are about the size of sesame اللي هو حبة سيد. مثل شلون حبة السمسم، زين الحجم مالتها، with six sides بولا وراها. هذا اللي يقصد على كل خلية شلون كل لوبيولز شلون حيصير تقريبا مثل حبة السمسم، with six sides ستة جوانب and each of the six corners
لست زوايا. These are a portal triad. شفتوا انتوا البورتال تريد اللي هو شوفوا 6 كل واحدة شو نسميها؟ هاي السيل هذه الساينوسويد. شوفوا كل واحدة بيها شنو؟ 6 سايد و 6 كورنرز اور انجلز. كل واحدة بيها 6 زوايا و 6 سايدات. زين وهذا السنترال فين اللي غنيها اللي غديها. تمام عيني. هذه شو نقول عليها or portal tract region that contains شوفوا 3 primary structure اللي هسه راويتكم اياها شنو هو hepatic vein و artery وبعد وال bile duct. هذه 3 شغلات add a branch of hepatic portal vein. شوفوا هذا hepatic artery و hepatic portal vein وال bile duct اللي هسه شفتوها انتم بالصورة. Each lobule consists of many hepatic cells. شفناها احنا كل لوبيول يتكون من عديد من الهيباتيك سيل. يعني احنا عندنا لوب وراها يتقسم الى لوبيولز واللوبيولز هذه ايش تحتوي على سيلز وبداخل هاي السيلز كل وحده تكون لي ساينوسويد. تمام عيني. هيباتيك سيل اند راديات اوت فروم ذا سنترال فين كلها تتوزع الى خارج اوتورد شنو السنترال فين اللي يجي. Platelet-like groups of hepatic cells are separated by vascular canals called hepatic sinusoid. زين هذه ال platelet-like groups يعني هسه احنا عرفنا التقسيم lobules والhepatic cells والhepatic سيت حسوينا sinusoid. Hepatic portal vein carries blood from the digestive tract. هذا اللي عرفناه احنا كله يحمل لنا digestive tract حتى يسوي لنا شنو؟ Processing ويسوي لنا التصفية طبعا هذا detoxification يسوي لي لأنه ايش قلنا؟ محمل هواية بالنيوترينت ومحمل هواية بالفات فما يرهم هذا الأكل اللي خارج من ال جي اي تي يروح قبل لل inferior vena cava نهائي ما يرهم. هذا ياخذه الفات طبعا حيسوي لنا من عندها من الكوليسترول يسوي لنا اياها البايل ويسوي لنا السكس هرمونز يصنع الانزيمز زين البروتينات. هذا هو عباره عن المصنع اللي يصنع ويصفي. فهمت شلون يصنع ويصفي حاله حال شلون احنا اللي تشتغل عندنا الفلتريشن اللي بالكدني هذا نفس الشيء وبعد اكثر. ويقدر الانسان ايش قد يعيش ايش قد حجم من الكبد سلس الكبد ولانه بالامكان يسوي له ريجنريشن اذا خلال 6 الى سنه. برينجينج نيولي شوفوا ابزوربت نيوترينتس هسه اللي ممتصه اللي هو من الانتستين انتو ساينوسويد تو نورش ذا هيباتيك سيل الى الهيباتيك سيل. الكفر سيل هاي هي الاسم الثاني الاش شنو للماكروفيج. هذه الفاجوسايتك ماكروفيج اتاش تو ذا انر هيباتيك سينوسويد ريموف اللي هو الفورين بارتيكلز اللي هو المستشاز بكتيريا. وبعد احنا ايش قلنا اريد اسال سؤال احنا دائما يصير شو نقول عليه دامج للار بي سي ايش قد اعمارها تقريبا 120 يوم الدامج يصير بالسبلين لو يصير بالبنكرياس بالليفر. فأنا ترى هيك ما ارفع ايدك وقول لي وحناقشك ناقشني اي عيني 90% سبلين و10% يعني يصير دامج للار بي سي بس بالليفر لكن كميه كلش قليله لكن الاساس بالسبلين بالمايكروفاج اللي بالسبلين وحيروح الى الليفر مو هيجي حينقله الى الليفر من حيصير دامج للإريتروسايت. هي من ايش متكونه؟ هيم وجلوبين. الجلوبين حيتحول لي الى منو؟ امينو اسيد. والهيم حيتحول لي الى بليفر جين.
زين البيليفاردين عن طريق انزيم يسموه بيليفاردين ريدكتيز حيتحول لي الى بيليروبين. هذا البيليروبين احنا منين نصنعه؟ شنو استفاد من عنده؟ شو استفاد من عنده الكبد؟ الفات دايجستشن اللي هو حيتحول الى بايض. اذا كان كل الزايد حالات اللي عندهم جوندس تمام، اللي هو حالات الجوندس اللي هي ابستراكتيف، احنا هسه حنجي على القنوات اللي حتطلع من عندها الدكت من الليفر ومن البايل. شفتوا الفيديو اللي دزيت لكم يا مال دكتور عمر ما ادري عبد الله شفتوه؟ ترى كلش حلو وكلش مفيد، يوضح لكم الكنالات حتى تشوفوها لانه 3D. زين فهذا الكفر سيل هم تسوي لي دامج الفورم بكتيريا وهم اللي باقي اللي مال اريثروسايت اللي هو الاولد. They remove اللي هو قلنا الفورم بارتيكل such as bacteria that enter blood via the portal vein. اي شيء يدخل عن طريق البورتال فين. Blood passes from the sinusoid into central veins of the hepatic lobules to leave the liver. طبعا تدخل عن طريق من الدم يمر من السينوسويد وين يروح؟ على السنترال الفينز اوف هيباتيك لوبيولز تو ليف ذا ليفر، حتى يخرج من الليفر. الرايت لوب احنا ينقسم الى تو لوبز، رايت لوب وشنو؟ والليفت. الليفت يكون صغير اصغر من الرايت، الرايت يكون هو اكبر لارجر ذان اتس ليفت لوب. اديب سيرفيس اللي هو اديب فيشر يسموه سيبريت ذا رايت اند ليفت لوب. زين هذا طبعا اكو فد شيء يعني شو نقول عليه يفصل لي عن الرايت عن الليفت. وعليكم السلام، ليش متاخرين؟ زين يفصل لي الرايت عن الليفت. زين فthere are also two other lobes known as caudate lobe or quadrate lobe. شوفوا هنا هنجي عليه شنو هو الفالسيفورم والراوند ليجمنت. هذه ليجمنت حتفصل لي، وانتبهوا وياي شنو هي البورتا هيباتس. شوفوا انتبهوا على هاي الصوره، هذا اللي يقصد بيه، هذا شوفوا هذا الفالسيفورم ليجمنت اللي هي الليجمنت اللي تكون اللي تربط لي بين الرايت والليفت. زين تكون هذه الفالسيفورم، هذه راوند ليجمنت، طبعا هاي امتداد من الفالسيفورم ليجمنت. زين لكن شو تكون؟ سسبند. زين تكون معلقه. زين هذه بيا منطقه طبعا تكون بال شو نقول عليها ليجمنت تيرس اور اللي يسموه مال حبل شلون لا مال حبل السري شو نقول عليها. زين فهذه تمتد من الفالسيفورم ليجمنت تنزل لي هذه عباره عن الليجمنت اللي تربط لي شنو الليجمنت حتى شو تسوي لي كونكتد اللي بين اللوبز الرايت لوبز والليفت لوب. واحنا ايش قلنا؟ احنا طبعا من فوق شو نسميها؟ هذا الدايافرام، هاي دايافرام ريجن، والجوة شو تكون؟ الفيسيرال ريجن، لانه هي اللي تتصل لي بالفيسيرال اللي موجوده اللي هي الاستومك والانتستين وترتبط لي بالبنكرياس. تفضل. زين طاها مو؟ ها ومو فوق منو الديافرام تكون هذه كلها مغلفة إلا الأسطح كلها مغلفة بالبيريتونيوم عدا منطقة مو فوق ما الديافرام. زين هي اللي هي تكون ما تكون بير شو نصيح عليها تكون عارية، بس البقية تكون كلها مغلفة. نعم الفيسيرال هذا السنجي السطح الداخلي اللي احنا عندنا شنو هي يعني. لا تستعجلين موجود شوفوا اوكيبايز شنو هو الرايت هابوكوندريوم
وزائدا الابيجاستروم. احنا دزيت لكم صوره يوضح لنا هو التقسيم مالت الابدومين اللي هو الهايبوكوندريوم اكو ليفت اكو ليفت واكو رايت وابيجاستريوم زين واكو لور جاستريوم واكو بالنص اللي يسموه اللي هو ما اللي احنا شو نقول عليه ابليجيشن امبلايكري ايتشي مال يمكن مال حبل السري بس ما هو مال منطقه مال حبل السري زين اللي هو او برات يمتد يعني ياخذ لي معظم هاي المنطقه يعني معظم هاي المنطقه يشغل لي اياها الكبد يمتد لي من الهايبو زين اللي هو الهايبوكوندريوم والابيجاستريوم مرات ياخذ لي مو بس الرايت اللي يمتد لي الى حالات الليفت وهسه هذا اللي برش حيحتوي على تو سيرفيس اللي هو دياكراماتيك سيرفيس اللي قلت لكم هذا اللي من فوق والفيسيرا سيرفيس نورمال نورمال مرات اللي يمتد احنا بحالات الاب نورمال اللي هو احنا سيروسز تتحول طبعا حالات اللي عندهم اوبيسيتي كلش عاليه هاي بحالات اللي بعد ما صار عندهم امراض بس الحالات اللي يصير عنده اوبيسيتي وحالات الديابيتك شو يقولوا له؟ يقولوا له الهيباتوسايد تتحول الى فات سيل فبدايه الشيء زين الى بعدين حيتحول الى سيروسز هاي تشمع كبد بعدين لكن اول شيء ما تبدي بداياته انه الفات يصير عنده تتحول الهيباتوسايت تتحول الى فات وهذا طبعا فد مؤشر كلش خطير لانه يعني يؤذي الكبد يعني يوقف عمله شوفوا هنا هذه اللي قلنا عليها انتبهوا علي على هاي المنطقه هاي البورتا هيباتس شوفوا هاي شوفوا مؤشر لكم عليها منا الى هنا شوفوا منا الى هنا هذه المنطقه منو اللي حيخرج من عندها ويدخل الهيباتيك ارتري والهيباتيك بورتال فين زين وزائدا البايل فهمتوا شلون هذه شو نسميها البورتا هيباتس هذا المصطلح اللي زين عليه وهذه شوفوا البير اريا البير اريا اللي قلت لكم شوفوا كلها مغلفه عدا هذه زين وهذا الهيباتيك فين هنا انا بس لو ادري انتم شنو تحكون بيناتكم ما ادري مو انا هاي الاشياء اللي دا اشرحها يعني انتم هاي اللي تركزون عليها زين هاي بالامتحان مو انت وراك هم امتحان عندي ولا تستهين هاي كلها تجمع يعني انت هاي انا ما حمتحنك بيها فهاي الهيباتيك فين وشوفوا منو متصل بيه الانفيريار فينا كافا هسه البلد نفس اللي قلنا عليه اللي هو احنا شنو اللي ريسيف اللي هو من اللي حيجي للدم اللي اوكسجينيتد هيباتيك ارتري والسكند از هيباتيك بورتال فين اللي هو دي اوكسجينيتد حيسوي لنا ديليفرد للدي اوكسجينيتد قلنا من الانتستين من ستومك البنكرياس مو بس هنا ذاكرين سمول انتستين كونتينتينج هاي مو بس سمول انتستين حتى بنكرياس ستومك كلها تمام عيني وش قلنا عليه اللي فار تشو نوت فاسكولارايزد وذ كابيلاري نتورك ما عندها كابيلاري نتورك از وذ موست اذر اورجانز بات كونسيست اوف بلاد فيلد سينوسويد سراوندينج ذا هيباتيك سيل عندها بلاد حيسوي لي فيلد زين للسينوسويد ولهذا انتم تشوفون اي كبد يعني المعلاق من نجي نقطعه كله هو دم هو عبارة عن دم فانت الدم شو يسوي ما بي كابيلاريز انما هو فيلد السينوسويد تمام هذه سيجمنت احنا طبعا الكبد ولهذا سبحان الله عن طريق هذا التقسيم السيجمنت ولهذا انه الكبد يصير يقدر يعني حبطل بس لو ادري بشنو تتودود انت من الصبح يعني ما شاء الله ممتلكاتك المنقوله غير منقوله السفن التي ترسو في الشواطئ يا انطونيو وصديقك بسانيو وياك تسادي ما ادري شنو انتو تتناقشون بيناتكم ما اعرف تعرفون انطونيو بسانيو ما تعرفوا هاي كان عندنا ميرشنت اوف فينيس قصه كنا ندرسها بصف سادس وراها شالوها
شالوا لكم صورة آل عمران، احنا كنا ناخذ البقرة وآل عمران انتم بس البقرة وكم آية، وقلتوا صعب. ميرشنت اوف فينيس احنا عندنا قصة ودنيا وتقولون صعب. وده يشيلوا لكم وقولوا صعب، واحنا هنا ده نقلل لكم بالمحاضرات ونساعدكم وقولوا يا ربي. زين هم تحجون كل هذا ونلغي لك يا أنطونيو يا بسانيا والسفن الشراعية اللي غرقت ماتك بالبحر، ايش تتناقش؟ شوف هالمرة الأصوات تعالى، المرة هاليوم البرلمانيات طلعوا لي، هالمرة البنات بس لو ألقى في حنان الفتلاوي بيناتكم. يلا شوفوا هسا احنا ايش قلنا؟ اكو لوب واكو لوبيولز. هسا احنا عندنا اناتوميكال لوبز اللي هو احنا قلنا الرايت والليفت. هذا الرايت والليفت حتتقسم لنا الى شوفوا سيجمنت اللي هو بوستيريال ميديال سيجمنت. هاي انا ما اريدها، انا بس اريد اهم شيء شوفوا هنا، شوفوا لاترال سيجمنت هذه الجانبيه، اكو سيجمنت لاترال سوبيريور واكو انفيريور، وهاي الميديال اكو سوبيريور واكو انفيريور، والبوستيريور هاي غلط هنا. زين اكو سوبيريور واكو انفيريور، اي كل وحده زين من اللاترال ومن الميديال ومن العفو البوستيريور. هاي فقط انت حتى شوفوا هنا من تجي بيكوز اوف ذيس ديفيجن. هذا المهم، انتو سيلف كونتينت يونايت ايتش سيجمنت زين كان بي ريزكتد وذاوت دامجينج ذوز ريمينينج. يعني هي من حتتاذى؟ ما حتاذي اللي يسوي لي دامجينج للبقيه. فهمتوا شلون؟ فور ذا ليفر تو ريتين زين، فور ذا ليفر تو ريمين فيابل، ولهذا حيبقى لي هو فيابل ما عليه شيء. ريزكشن ماست بروسيد الونج ذا فيسلز، يعني شوفوا حتى استأصل اني في الجزء لازم احافظ لي على شنو، ما يصير اني الاستئصال يكون عشوائي، لازم احافظ ذا فيسلز ذات ديفاين ذا بريفيريز اوف ذي سيجمنت اللي هو شنو. This means that resection lines parallel the hepatic veins، لازم يكون موازي للهيباتيك فينز، معناها انه انا ذولا لازم احافظ عليهم سليمين الهيباتيك فينز. بعد the centrally located portal veins والبايل داكتس والبايل ارتريز are preserved العفو preserved، يعني ذولا لازم اني احافظ عليهم. طبعا انا اي خلل بيهم حيأثر لي، فانت لازم من تسوي استئصال لاي لوب لاي لوبيولز او اي سيجمنت اللي هي صاير بها دامجنج لازم تحافظ على هاي. وانت سبحان الله، ولهذا هو ليش انت يصير بي ريجنريشن؟ احنا ايش قلنا؟ الكابيلاري ما بي بي اللي هو البلاد فيلد ساينوسويد، وهي بيها ساينوسويد. هذه عباره عن تفرعات، انت لازم من تقص اي شيء اي اجزاء من الكبد لازم تحافظ لي على هذه الشغلات اللي هي البايل ارتري العفو البايل داكت الهيباتيك بورتال فين والهيباتيك فين. تمام زين، هذه اللي انت اللي لازم تحافظ لي عليها. هسه شوفوا هاي الليفر فانكشن مختصرا مفيدا مذكوره بالجدول نفسه اللي انا حسوي وراها بالجدول. شوفوا هنا 3 ميجر ثلاث شغلات: ميتابوليك ريجوليشن، هيماتولوجيك ريجوليشن، والبايل برودكشن. زين وحوالي اوفر 200 فانكشن عنده. انا اريد اقول لكم شنو هاي الاوكسيدايزد فاتي اسيد، يعني شنو سامعين عن البيتا اوكسيديشن؟ شنو بيتا اوكسيديشن؟ ايه هذا الجلوكوز من يصير له ان ايروبيك كونديشن، يصير له ان ايروبيك كونديشن يصير له بيتا اوكسيديشن؟ لا مو بيتا اوكسيديشن، انا اقصد شنو هي البيتا اوكسيديشن؟ هنا اوكسيدايز فاتي اسيد. نعم ترى جي تي بي من تكسير الفاتي اسيد. شلون؟ ينتج اي تي بي من تكسير الفاتي اسيد. عافيه، ينتج لي اي تي بي من تكسير الفاتي اسيد. طبعا الفاتي اسيد بها
كلها. هي احنا ايش قلنا فري فاتي اسيد حترتبط ويا بعض، شو تسوي لي؟ عباره عن تشين. اني هاي التشين تكون طبعا اعداد زوجيه سبحان الله، اخر شيء الى تنزل الى اخر اثنين، بس اخر شيء تكون عندها اثنين، اللي هو منو الاثنين اللي يدخل دوره ست اسيتال كو اي، هذا اخر شيء. احنا من نقص طبعا تقص اثنين اثنين، يعني ما عندها ثلاثه سبعه، ما عندها اعداد زوجيه، عندها اربعه اثنين اربعه سته وهكذا تصعد زوجي. كل ما اقطع كل ما انا حتنتج لي اي تي بي، هنا معناها بيتا اوكسيدايز، يعني ينتج لي اي تي بي عن طريق تكسير او البريك داون اوف فاتي اسيد، فاتي اسيد تشين. شوفوا هذا اللي اشرح لكم اياه، نفسه اللي هنا موجود بالجدول، اريد الجدول فقط. الجدول اذا افتهمته فمعناها انت هاي تمام. اوكي شوفوا اللي هو دا يقول اللي هو هيماتولوجيك ريجوليشن. شوفوا هنا البلاد فلتريشن شنو يوز فاجوسايتوسيس تو ريموف دامج ريد بلاد سيل اند فورين سبستانسز. هاي افتهمناها، قلنا شلون يصير الكفر، مو بس الكفر سيلز، الماكروفيجز اللي موجوده وين؟ بالسبلين، حتسوي لي دامج منو للار بي سي، تنطينا هيم وجلوبين. الجلوبين حي شنو؟ امينو اسيد مرجوعه. الهيم الى بليفردين ريدكتيز. طبعا اكو هنا تو تايب اوف بليروبين، اول ما يصير تحطم له بالسبلين يصير نسميه indirect or unconjugated بيليروبين، يعني الغير مرتبط. طبعا هذا شيء يكون هذا هيدروفوبيك، ما يقدر يمشي فري، يعني وين؟ بالدم. من يطب لي الى الكبد ايش حنضيف له؟ حامض يسموه جلايكورونيك اسيد، هذا حيسوي لي اياه حتى يقدر يمشي لي بالدم، شو نسميه؟ دايركت اور كونجوجيتد بيليروبين. تمام عيني؟ هذا قلنا بعدين البيليروبين حيروح الى وين؟ البايل اللي هو ينطيني اياها باسم البايل بيجمنت. واذا زاد بحالات الجوندس ايش حيسوي لي هذا؟ وين يروح؟ يروح الى الكدني، يخرج لي الى اليورين، شي يسمي يورو بيلينوجين. كافي ودودة كافي، شو نسمي؟ يورو بيلينوجين، من اسمه من اليورين يورو بيلينوجين. واذا خرج لي عن من الانتستين الى السمول انتستين الى الكولون ستيركو بيلينوجين. زين، فهذا معناها ينطيني العفو للفيسز اللون البراون والداكن. زين، فهاي بحالات الجوندس، اللي حالات اللي انا البيليروبين حيخرج لي عن طريق الستول اور اليورين. تمام عيني؟ ايه جلايكورونيك اسيد او مرات جلوكورونيك، جي ال يو جلوكورونيك، جي ال يو رونيك، جلوكورونيك اسيد. شوفوا الكربوهيدرات ميتابوليزم، احنا طبعا الميتابوليزم سواء المن للبروتين الكاربز والفات، هذول الثلاث شغلات حتصير بالليفر. زين، شوفوا الليبيد ميتابوليزم، هاي تشينج جلوكوز تو جلايكوجين اند باك اجين، يعني يا اما حيخزن لي يجيب لي يا منو الانسولين حتى نطببه، يسوي لي يا الجلوكوز يحول لي يا الى منو جلايكوجين نخزنه بالكبد. او حالات مثلا انت اجهاد، حالات الصيام، حالات انت ما اكلت، بالعكس حيجي لي الجلايكوجين حتى يحرر لي الجلوكوز حتى نطلع لي اي تي بي. الديتوكسيفيكيشن ريموف بلاد توكسين اند ويست، اي توكسين هو اللي حيخرجه. تمام، شوفوا ليبيد ميتابوليزم كونفيرتس بروتين اوف كربوهيدرات and proteins into fats، حيحول لي اياها الى فات واوكسيدايزد فاتي اسيد اللي قلت لكم عليها، وسينثيسز كوليسترول واللايبوبروتين. شفتوا انتم اللايبوبروتين اللي سويت لكم اياه الفيديو
شلون هو يصنع لي يا لايبوبروتين. دقيقة آمنة دقيقة آمنة. يا لايبوبروتين يصنع لي الكبد. لا لا سجاد ولا آمنة. يا لايبوبروتين يصنع لي الكبد. وخفتت الأصوات والكل صار يهمس ويا صديقة ويقول له ناولني الجواب. أي لا عبد المومن مو أنت الورا دكتورة الVLDL أنتوا احفظوها هاي الكايلو مايكرون. هذا اللي يجيني من الانتستن. هذا عن طريق منو؟ الأكل اللي آكله حيتحول لي لا كايلو مايكرون. هذا مو مصنع. هذا نسوي له باتشي باكجينج وتسوي له اياه وتحزمه. هي موجوده وين تودي؟ الانتستين الى الاكتيال. منو اللي صنع لي الفي ال دي ال الاساسيه؟ هذا طبعا كايلو مايكرون احد انواع اللايبوبروتينز. هي هاي مو مصنعه عن طريق شنو الفود اللي يجيك انت. اما اللي صنع لي الليفر او اللايبوبروتينز اللي هو الفي ال دي ال. يعني اتوقع واحد من يشوف فيديو يثبت بدماغه. اذا شايفين يثبت بدماغه يعني وشرحناه 200 تريليون مره. يلا بروتين ميتابوليزم ريموف امينو. طبعا مهم هذا الموضوع مال لايبوبروتين وتركزوا لي عليه مثل يوم يعني انا اعجبه عليكم الاكشن بوتنشال مال انتستين ومال. يعني انا خابرني جعفر وقلت لكم عليه هو جاي. اتوقع انه كل الطلاب لازم يعني بي فول مارك. يعني انا دانطك السؤال يعني شلون ما تكون محاضره من البيت يعني هاي فشي لازم بديهي. وكل الجروبات اني الفورمات الاربعه جبت لهم هذا السؤال. زين البروتين اللي هو ريموف امينو جروبس فروم امينو اسيد مولكيولز اللي فورم يوريا فورمز بلازما بروتينز. شنو هي البلازما بروتينز؟ غير امنه. اي اي بعد البومين وبعد فايبرينوجين. هاي الشغلات البومين جلوبيولين فايبرينوجين. الالبومين شنو وظيفته بالجسم؟ دقيقه بلا صوت. انت اللي بدك تحكي بدل ما تحكي ناقشني. اي عيني اي البومين جلوبيولين فايبرينوجين. نجي على الفايبرينوجين شنو وظيفته؟ لا مو انت كافي عبد المؤمن. كلوتينج فاكتور اللي هو فايبرينوجين حيتحول الى فايبرين وحيروح يسوي لي سدادات ويا البليتليت. حيسوي لي هاي الفايبرات وتجي البليتليت تلزق عليها مو هيجي حتى تسوي لي الكلوتينج مو. وبعد الجلوبيولين من اسمه جلوبيولين اي مناعية اللي هو الاي جي جي والاي جي اي وما قالوا. زين وال بعد ايش قلنا؟ الالبومين. نجي على الالبومين اي هذه اهم نقطة اللي هو شو يسوي لي؟ ترانسبورتر. عبارة عن ترانسبورتر ينقل لي الشغلات المواد اللي موجودة بالدم اللي يحملها الى الدم. تمام شوفوا سكريشن اللي هو جنريتس بايل اللي حيسوي لي جنريتس بايل. وستورج اللي هو ستور ايونز فيتامين اللي هو الاي والبي والبي 12 بالعفو والاي والدي والجلايكوجين. هسه هذا نفس اللي اقصد عليه اللي قلت لكم عليه. شوفوا اميزنج ان اتس ابيليتي تو ريجنريت. يعني حوالي السيرجيكال ريموف اللي هو اذا 80% اوف اتس اوريجينال ماس اللي هو حيرجع ريجنريت. ليش هنا ريجنريت؟ شوفوا within 6 to 12 months. ليش هذه الهيباتوسايت ايش حتفرز لي؟ جروث فاكتورز. يعني العامل الاساسي اللي يخليها ريجنريت الجروث فاكتورز. ذيس كوز proliferations of endothelial cells that line the sinusoid and the release of other growth factors. حتسوي لي growth factor الهيباتوسايت وبعد الاندوثيليال سيل
هم حتسوي لي تفرز لي growth factors other growth factors. These additional growth factors influence the hepatocyte to multiply. So dead or dying liver tissue can be replaced. عرفنا السبب ليش can be replaced؟ لأنه الهيباتوسايت هتفرز لي growth factor. والإندوثيليال سيل اللي تغطي لي السينوسايت هم هتفرز لي growth factors. فهذول العاملين هش هتسوي لي؟ حتى تسوي لي إياها replaced. وإحنا شقلنا أهم شيء من يكون متلاعبين أو متأذية هاي الشغلات اللي قلنا هيباتيك أرتري هيباتيك بورتال فين والبايل داكت. نجي على البايل. شوفوا نرجع لي على هذا الرسم. طب علي على هذا الرسم، رسم كلش مهم. هذا الرسم مهم. با احنا الجول بلادر اللي هو وين تقع؟ طبعا بالاسفل. هذا الليفر، الليفر عنده فت داكت، شو نسميها؟ هذه كمان هيباتيك داكت. الداكت اللي تخرج لي من الليفر نصيحه كمان هيباتيك داكت. متفقين؟ حتى نفرق عن الكمان بايل داكت والكمان هيباتيك داكت. انتبهوا علي هاي، وهذا الرسم مهم جدا لانه انت كطبيب اي شيء يصير هذا يصير جايز اوبستراكتيف باي داكت. انت شلون تشخص لي حالات الجوندس؟ احد حالات الجوندس اللي هو اوبستراكتيف جوندس. مرات الاوبستراكتيف وين يصير؟ بالسيستيك داكت. معناها السبب من وين دا يصير؟ بالباسج اوف الجول بلادر. ومرات وين يصير لي؟ يصير لي هنا بالكمان بايل داكت. احنا الداكت اللي تخرج من الليفر شو اسمها؟ كمان هيباتيك داكت. ومن الجول بلادر سيستيك داكت. زين؟ اما ذول اللي حيلتقون الكمان هيباتيك داكت ويا السيستيك داكت شو تكون لي؟ كمان بايل داكت. او مرات شو يسموها السيستيك داكت؟ بلياري داكت. مرات السيستيك داكت الها اسم ثاني شو يسموه؟ بلياري داكت. تختلف عن الكمان بايل داكت. من اقول لك كمان بايل داكت معناها هي الداكت اللي مشتركه بين الليفر بين البلياري داكت او السيستيك داكت. نجي هنا طبعا اكو البنكرياس. هسه نجي البنكرياس هم له داكت اللي هو ورسينج لانه عنده طبعا ميجر اند ماينر داكت. هنا الميجر داكت اوف بنكرياس اللي هو ورسينج داكت. هذا شو نصيحه؟ ميجر بنكرياتيك داكت. حتصب وين؟ كلهم وين حيصبون؟ وين تروح؟ للدودينم. كلها تروح للدودينام. ليش حتسوي لي emulsification of fat؟ هاي شو تسويها للفات؟ من المايكرو مولكيولز حتجزئها وتقطع لي اياها الى millions of macro molecules. فهمتوا شلون؟ هذه الكومن بايل داكت ويا اشوفوا البنكرياتيك داكت شو تسوي لي؟ هيباتو بنكرياتيك امبولا اوف واتر. زين؟ اللي هو هذه هذه الأمبولة أو فاتر وحتفتح لي عن طريق الدودينم عن طريق يا فتحة سفنكتر أوف أودي. يعني شوف هاي الأمبولة أو فاتر بشنو شبه لك إياها؟ شرحت لكم إياها بالإنتستين. أكو فتشي منو قال لي؟ عافية. نفس الإليوسيكال جنكشن. إحنا شقلنا إليوسيكال جنكشن وبعدين السفنكتر مو هيجي. فانت قبل كل سفنكتر حتى اكو مو هيجي تطلع للمواد دفعه واحده. فهذا نفس الشيء الهيباتو بانكرياتيك ابولا اللي هو اوف فاتر اللي هذا المواد الجوس طبعا اللي حتجيني بانكرياتيك جوس. شوفوا ايش بيه بانكرياتيك جوس وبي البايل سالتس. زين؟ والانزيمات اللي تفرز لي اياها من الكبد وين كلها حتروح؟ الى الدودينام. واكو فتحه اخرى او من نجي على
زين اللي هو دودينا البابيلا. شوفوا إيه هذه، هاي دودينا البابيلا، هاي الأمبولة أوف واتر حيخرج لي إلى الدودينام، وأكو فد دكت أخرى بالبنكرياس حنجيها إن شاء الله. هسا البايل كل سهلة وهي ورقة واحدة. شوفوا هذا اللي قلت لكم عليه، هذا السيستيك كل واحدة بلون، هذا الكامون هيباتيك داكت، كامون بايل داكت، والبنكرياتيك، ونجي على الهيباتو بنكرياتيك أمبولا أوف فاتر. شوفوا كلها تجتمع معناها الكامون بايل داكت ويا البنكرياتيك داكت. مو تقولوا لي يعني الهيباتو بنكرياتيك أمبولا أوف فاتر هي طبعا مشتركة من منو؟ كامون بايل داكت من البنكرياتيك داكت. والبنكرياتيك داكت الأساسية اللي هي الميجر شو نسميها؟ ورسينج زين، لأنه عندنا فد وحدة زين. هاي البايل شوفوا إز فات إمالسيفاير، بايل اللي هو الفات إمالسيفاير that is continuously secreted from hepatic cell this yellow green liquid. عبارة عن شنو؟ liquid أصفر مخضر. contains water, bile salt, bile pigments, bilirubin and biliverdin. هاي اللي تحتوي، وكوليسترول وليكترولايت. هو بطبيعة الحال شي يكون الكلاين، ولهذا احنا شو نقول عليه؟ احنا عندنا هذه الفاتر اثنين حتى تنطلق لي من طبعا الجزء الميديال الاوسط ومن الجزء الابر اللي الدودينم، حتى شو تسوي لي؟ نيوترلايزد الشنو؟ الجاستريك اسيد اللي قادم من الاستومر. زين هو هذا طبيعه الحال يكون الكلاين، يعني انت اذا تجيك ترو اول فورس او شيء هو طبيعته الكلاين، تاكدوا لي عليها. بايل سايد سالتس العفو make up most of these elements and have unique digestive function. شوفوا البايل بيجمنت from the breakdown of hemoglobin. منين اجت طبعا البيجمنت مالته؟ قلنا من اللي breakdown للهيموغلوبين اللي كونت لي البيليروبين طبعا. ونورمالي اكسكريتد ان ذا بايل اب يعني حوالي اكثر من 90 مل من البايل يعني تسوي لي اياها الهيباتوسايت افري داي، حوالي 900 مل يعني لتر تقريبا. اونلي ذا بايل طبعا انت الشغلات اللي تفرزها البايل، وحتى انت اللي البنكرياتيك جوس هم تكون الكلاين بها نسبة الكلاين، هاي كلها حتعادل لي الجاستريك. ولهذا احنا حتى تحافظ على طبقة الجدار اللي موجودة. Only the bile salts and phospholipids play any role in the digestive process. شوفوا هذه ما تسوي لي، شوفوا ما تسوي لي فتشي الا شو تسوي لي؟ شوفوا البايل سالتس ار ديريفيتيف اوف كوليسترول ذات فيزيكالي سيبريت. شو تسوي لي؟ تسوي لي اياها دايجستشن. احنا ايش قلنا عن البايل؟ ايش حيسوي لي؟ يسوي لي دايجستشن؟ ما يسوي لي دايجستشن. هذا شو نصيح عليه؟ نقول ميكانيكال. اكو كيميكال واكو ميكانيكال. احنا هذا ميكانيكال، انت عندك ماكرو مولكيولز مثل الماوس، ماكرو مولكيولز ايش حتجزئها الى مايكرو مولكيولز. شوفوا هنا فيزيكالي سيبريت لارج فات جلوبيولز ذات انتر ذا سمول انتستين انتو مليونز اوف سمولر فاتي دروبليت ان ذس بروسيس ناو امولسيفيكيشن. هذا تعريف الامولسيفيكيشن، انه حتجزئ لي اللي هو فات جلوبيولز الى مليونز اوف فات دروبليت او مليون اوف ماكرو مولكيولز اوف فات. طبعا شو يسوي لي اللي هو emulsification. The tiny fat droplet
droplet then mix with water lipase digest then طبعا انت اللايبيز منين حيجيني من البنكرياس زين فيجي كله عن طريق قلنا من يا الهيليا اللي هو هيباتو بنكرياتيك داكت حيصب لنا بالدودينم الكيميكال عافية ايش حسوي لي ميكانيكال اللي هو البايل اي الفات شوليبل فيتامينز اللي هو الاي دي والاي والكي they also help to solubilize كوليسترول زين اني هاي كلها احنا حتى نصنع من عند الكوليسترول وين يروح الى عن طريق منو حيخرج لي من الانتستين ويروح للليفر والاذر تيشو طبعا اديبوس تيشو سكيليتال مسل عن طريق منو اللايبو بروتينز لايبو بروتين جعفر طلع المحاضرة الثانية نعم اي يعني اني الفات اني بالنسبة لي ترى بعدني واقفة والله بعدني واقفة وموجودة وانا عايش وانا تعايش والله بعدني ها شوفوا تراجع الولد بس يسوي ليبتك يعني فقط زين اي ايه شوفي احنا ايش قلنا شو حسوي لي الفيتامين اللي هو السوليبل فيتامينز الفات سوليبل فيتامينز احنا ايش قلنا عليها ماي سيل ويا الليسيثين هاي حتدخلها وين توديها للبلاد مو هيك شيء هذه ايش نستفاد من عندها فات احنا حناخذ من عندها منو الكوليسترول زين هذه الكوليسترول فائدتها واكو منها لا اللي قلنا عليها الكوليسترول والترايجليسرايد والفاتي اسيد وين كلها حصير كايلومايكرون وتروح ترجع لي الى الكبد حتى تصنع لي اللايبوبروتين شنو فائدتها اللايبوبروتين حتى تنطي لي فاتي اسيد تحصل لي على انرجي بالسكيليتال مسل وبعد والاديبوس تيشو اذا تتخزن اذا زايد